بسم الله الرحمن الرحيم. نقف هنا أمام مبنى رئاسة الوزراء البريطاني في اعتصامنا الأسبوعي للمعارضة البحرانية لنعلن عن احتجاجنا على السياسة البريطانية وعلى تدخلها في الشأن البحريني ودعمها إلى النظام الخليفي الدكتاتوري الرجعي المتخلف بأن يتسلط على أبناء الشعب البحريني ويحرمه من حقه في ممارسة حقه بتقرير المصير والنظام السياسي الذي يحكمه. نقف هنا أيضا لكي نعبر عن ما أشار إليه تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير بإدانته للمواقف البريطانية ونفاقها في دعمها النظام الخليفي. النظام الخليفي كما أشار التقرير ينتهك بشكل واسع لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان البحريني ويعزز سلطاته ومؤسسات كالجهاز القضائي الذي يمارس الظلم والإجحاف بحق الشعب البحريني. النظام البريطاني قد أشاد بالجهاز القضائي في لدى النظام الخليفي وقال بأنه من ضمن الأجهزة التي أحرز فيها تقدم، لأن هذا الأمر قد كشفه هذا التقرير وكشف زيفه وهو واحد من التحديات الكبيرة الذي على هذا على النظام كاميرون أن يوضح في هذا الجانب، لطالما تغنى بأن هناك تطورات في الجهاز القضائي. الأمر الآخر أود أن أشيد إلى موضوع صمود الشعب البحريني ونزوله بشكل مستمر إلى الساحات وإلى الميادين وتعبيره عن رفضه إلى هذا النظام وإلى المقاطعة وإلى مفاصلته ومقاطعة كل مؤسساته، ومن ضمن هذه المقاطعة المرتقبة التي سوف يعبر عنها أبناء الشعب البحريني بشكل عارم مقاطعة كل انتخابات سوف يجريها هذا النظام الخليفي الفاشل من أجل تلميع صورته، ويريد أن يعكس للعالم بأن هناك انتخابات وأمور طبيعية، لأن هذا الأمر سوف يكون من ضمن الأمور التي سوف تنقلب على تنقلب سحرها على الساحر. سوف يفاجأ الشعب البحريني في كل كما فاجأ في كل المحطات السابقة مثل أيام الفورمولا وغيرها، بأن حول هذا الحدث إلى التعبير عن إرادته والتعبير عن مظلوميته. اليوم الجمعيات السياسية قد انحازت إلى خيار أبناء شعبها بمقاطعة هذه الانتخابات، ومن هذا الجانب نشيد بهذا الموقف من قبل الجمعيات بأنها تنضم إلى شعبها في مقاطعة كل مؤسسات هذا النظام وأن تؤسس إلى موضوع المفاصلة التي تسبق موضوع إسقاطه. نأمل من الجمعيات أن تواصل في هذا الموقف في 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 الوقوف إلى أبناء شعبها. هذا النظام قد ولى قد أكل عليه الزمن وشرب ولن تفيده لا انتخابات ولا الدعم الغربي ولا الجيش السعودي. انتخابات هذه سوف تكون واحدة من ضمن الولات والثبور التي سوف تنقلب عليه إن شاء الله.